غادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي العاصمة عدن متوجها إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة التي تنعقد السبت المقبل في الرياض. كان في ودائعه بمطار عدن الدولي اللواء الزبيدي، وحسب الإعلام الرئاسي سيلقي العليمي كلمة اليمن إلى القمة العربية، يؤكد فيها موقف اليمن الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني المناضل وحقه المشروع في الدفاع عن نفسه وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة. كما سيجري على هامش القمة مناقشات مع قادة الدول والوفود المشاركة حول تطورات الأوضاع اليمنية والتنسيق المشترك لاحتواء التداعيات المحتملة لتصعيد الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة والسلم والأمن الدوليين. وكان في وقت سابق قد اجتمع الرئيس العليمي بوزير الإدارة المحلية حسين الأغبري ومحافظ الجوف، وتطرق الاجتماع إلى مسار إصلاحات الاقتصادية والإدارية وجهود وزارة الإدارة المحلية واللجان المعنية في تعزيز دور السلطات المحلية وتمكينها من صلاحياتها والتزاماتها القانونية والدستورية. وناقش اللقاء تفعيل دور السلطات المحلية في المناطق المحررة من محافظة الجوف والتسهيلات والخدمات اللازمة للنازحين، وأشدد العليمي على تنسيق الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل إحداث التغيير المنشود في حياة المواطنين ووحدة الصف في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية والحد من تداعيات الأزمة الإنسانية التي صنعتها حرب الميليشيات الحوثية. وبعد عودته إلى عدن اطلع نائب مجلس القيادة الرئاسية اللواء عيدروس الزبيدي بمعية السفير الإماراتي محمد الزعابي على مستوى الأعمال المنجزة في مشروع محطة الطاقة الشمسية 120 ميجاوات في العاصمة عدن المقدمة من دولة الإمارات الشقيقة. وأشدد اللواء الزبيدي خلال زيارته الميدانية لموقع المحطة ولقائه القائمين على المشروع، شدد على أهمية مضاعفة الجهود لإنجاز المشروع على أكمل وجه وفي موعده المحدد، والعمل على تأهيل فريق فني من الكفاءات المحلية لإدارة المشروع في مرحلة ما بعد التنفيذ، مؤكدا أن هذا المشروع الحيوي المنفذ لأول مرة في بلادنا يعد مدخلا لمشاريع كبرى سيشهدها البلد في مجال توليد الطاقة من المصادر المتجددة والنظيفة وأبرزها الطاقة الشمسية والرياح. وتأتي هذه المشاريع لإسناد الحكومة للقيام بواجباتها في تجاوز التحديات والصعوبات الراهنة ومواصلة برنامج الإصلاحات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة الشعب في الجوانب الإنسانية والخدمية، وكذا تعزيز التعاون والدعم الإماراتي للقطاعات الخدمية والحيوية. وفي ذات السياق افتتح وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد لملس بمعية السفير الإماراتي مشاريع المرحلة الأولى لإعادة البنية التحتية للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن ومركز شرطة البريقة بتمويل إماراتي، وتتضمن مشاريع مؤسسة المياه إعادة تأهيل شبكة المياه المتهالكة وشراء معدات وآليات للمؤسسة وكذا التقنيات الحديثة في متابعة الخزانات والتعرف على تفاصيل الضخ في مديريات التواهي والمعلى وصيرة، فيما يتضمن دعم دولة الإمارات لأمن عدن تدريب وتأهيل الضباط ورفد إدارة الأمن بمعدات وآليات تسهم في تعزيز الأداء الأمني، وذلك ضمن الدعم المقدم لتفعيل أقسام الشرطة بالمديريات. وثمن لملس خلال الافتتاح الذي حضره مديري أمن عدن ومؤسسة المياه دعم الأشقاء في دولة الإمارات للبنية التحتية في العاصمة وحرصها الكامل على تقديم الدعم اللوجستي والمادي للحكومة لتجاوز التحديات الراهنة. وفي ظل مساعي تحقيق السلام جدد رئيس الحكومة معين عبد الملك مطالبة الحكومة للأمم المتحدة بنقل مقر بعثتها لدعم اتفاق الحديدة إلى المناطق المحررة وعدم تركها رهينة الضغوط والابتزاز لميليشيا الحوثي. جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة عدن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أونمها رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار اللواء مايكل بيري للاطلاع على نشاط البعثة والقضايا المتصلة بمهامها ومسار موائمة عملها وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وشدد معين عبد الملك على ضرورة الرقابة على موانئ الصليف والحديدة واتخاذ مواقف حازمة من عمليات تهريب الأسلحة من إيران إلى ميليشيا الحوثي، مؤكدا أهمية عمل البعثة على إسناد جهود الحكومة لنزع الألغام التي زرعتها الميليشيا بكثافة وعشوائية في الحديدة. وفي عدن أيضا التقى وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري في العاصمة عدن السفير محمد الزعابي، وأشاد وزير الدفاع بالمواقف الأخوية والعروبية لدولة الإمارات ومشاركتها الفاعلة في التحالف العربي، مثمنا التضحيات الكبيرة التي قدمتها دولة الإمارات لبلادنا
وإسناد القوات المسلحة في مواجهة ميليشيا الإرهاب الحوثية التي تمثل خطراً محدقاً باليمن والمنطقة. وأشار الداعري إلى تعاون ميليشيا الحوثي الإرهابية ورفضها لجهود المجتمع الدولي الرامية لتحقيق السلام، مؤكداً أن إرهاب هذه الميليشيات يمثل خطراً محدقاً باليمن والمنطقة.